يعني انا بشغلت سناب جمعه. ها شغلت سناب. yeah. شوف خليني اقول لكم قصه هذا المخلوق. هذا الانسان شوفوا عشرتنا كم جمعه من كم سنه احنا مو اصحاب احنا عائله. اي طبعا اكثر والله عشرة على صحوبية على أسرار على عائلة طبعاً. على ما تتخيلون شيء. اللي علمني أغني عراقي دائما كنت أقولها هذا هو جمع العربي اللي تسمعون عنه اللي دائما أقول جمع العربي هو اللي علمني أغني عراقي حبيبي وسوالي تسلم لي سوالي أحلى أغاني ووقتها الناس سمعت مني اشطح وما سمعوا الأغاني الثانية لأني أنا طلعت في ترند اشطح فمبسوطة حيل 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 ما تتخيلني شفتك بس والله بس للعلم يا شمس الآن كانت غلطة الآن وقتها لا قامت الناس تطلعها ما بدون أي أي قاعد تطلع ويسوون عليها برامج بشرفك خلي بعد شوي كذا مشتاقة أسمع صوتك غني لي كانت غلطة خلي الناس تسمع ألحانك اللي أنت لحنتها لي ايش رايك؟ أكيد طبعا ما أحب جوك هذا الثقيل أنا أحب ذاك جمال عربي طلع لي هذاك جمال عربي الثاني على فكرة أخف دم في هذا الكوكب تقعدون معاه أخف دم سيبك من الألحان والأغاني والصوت اللي ما في أروع منه والإحساس اللي ما في زيه بس كمية خفة دم وضحك احنا لما نقعد بس نضحك نقضيها بس ضحك مو مع الكل مو هي مشكلة إيه هي تطلع بس معاي كيمياء أقسم بالله ضحك مو طبيعي الحمد لله لقيتها في مصر اصير كل يوم نقعد نسوي فقرات انا وجمال عربي لا بعدين المين ما يعجبنا واحد بس شمس تغمز لي اخذ استلم تقول استلم والله انقطع كان عندنا صديق صديقي انا وقلت له جمعه ما انا وجمعه نقعد ونبتدي نحش في الناس بعيوننا فصديقي قصير حيل فكنا مسمينه سنتي ونص يعني سنتيمتر ونص هو ذاك يتكلم لغة عربية فصحى ايش كان يقول جماعة؟ إن الأمة العربية وما عندنا بالأمة العربية غيره تذكر يوم هذاك اللي قلت له اللي كاتب عن نفسه بيقدم طلب ويوم قروا له الطلب قال كل هذا صاير فيني وأنا ما أدري بنسولف لهم سوالف الحين برجع لكم بصور لكم جمعة وهو يغني اسمعوا الطرب اسمعوا الحس جمعة بأسمع كانت غلطة هذه انت لحنتها لي بال 2007 يعني كانت غلطة ولا لا 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 2009 اي البوم 2009 خلنا نسمع على الناس قول كلامها اول كانت غلطة كانت غلطة بعمر وراحت كانت لحظة ضعف وراحت كانت دمعة جول بعيني لما جابوا اسمك طاحت تبعد وانسى جروحي وانسى اللي كان اقرب من روحي هذا كتبته وياك اي تذكر طلعت الدنيا وكل ما بيها هاي انت سويتيها هو بغدر اطلع روحي هذه انا كتبتها عطيت الدنيا وكل ما فيها وهو بغدر مطلع روحي غلطه عمر اني طاوعتك ولحظه ضعف اني صدقتك لكن لما صحيت نفسي رجعت روحي الصدري صحت كانت غلطة كانت غلطة طيب. الحلو انت ضفتي بالكوبليهات اكو اشياء انا ما مسويها بصراحة اللي هو الاوشار النغم بس انا شنو بقتها كنت كنا مطحونين بالانغام العراقية كانت بس مرتين كانت غلطة قلت لا ثلاثة قلت لك مو انت ما تحبين التكرار قلت لي هنا لازم نكرر عشان أكد انها كانت غلطة كانت غلطة كانت غلطة كانت غلطة كانت غلطة بعمري وراحة لحظة ضعف جول بعيد لما انجابوا اسمك طاحت كانت دمعة جول بعيني لما انجابوا
لحظة ضعف إني صدقتك إني ما صدقتك غلطة عمر إني طاعت إني طاعت ولحظة ضعف إني صدقتك إني صدقتك لكن لما صحيت نفسي ردت روحي لصدري وصاحة عمري وراحة الله